مساء الخير. اهلين يا ابي. شو اكلتوا اليوم يا ابي؟ شو طبختوا؟ والله ما لنا طابخين شي يا ابي. والله يا ابي احسن اوفر. الله يرضى عليكي. انزلي حطي لي بصحن دهنه وشويه اور ماها وزيت ومتين. يلا يلا يرضى عليكي يلا. حاضر يا ابي. ولك ما قلت لك تشربي مي تركينا؟ ولك معقولة انت؟ ولك ما بتفهمي حكي انت يا حرمة؟ يا بي الله يخليك، جيب لها الحكم لأمي. خسيب ليه؟ حكمك وحدة تسهل أمرك انت وياها، بس تشرب مي تركينا بالطيب. لكن أنا اللي حضرت دبح الدبايح من الأول للآخر واشتغلت بتقطيعهم، اطلع زميت صبي حمام، اطلع ايد من ورا وايد من قدام. والله عم فكر روح لعند المختار، بركض محصل لي حقي العمى. ولك كل اهل الحاره ياخذوا لحمي وانا ما اخذ؟ اي والله الله ما قالها. اي الله ما قالها، هي اسمعوا لها السمعه. يسلم ايديك يا ابي. صحتين يا ابي. شو بدك؟ يا بي جوعانة، بدي اتعشى معك. لك انتو ما بتهنوا حدا بلقمة؟ ما بتهنوا حدا بلقمة؟ عدي عدي كلي لك لمتين وروح نجفسي نامي. عدي شكي. بسيطة يا ام وضاح. اي والله اذا ما بخلي لك ابنك وضاح يسوح بالحارات ما بكون صبحية. ولا هي شرنة سميحة؟ اي والله لا خلي لك اياها بوشك طول العمر. هلأ وقتك يا شيخ جوهر، إذا بدها تكلفني هالشغلة ليرة ذهب لأعطيها. ابن عمي مو عادني تحكي لي قصة جدك عياش الله يرحمه، وقصة سيفه وقصة خنجره وقصة عصايته وحجره كمان. لك هي قصة طويلة خلصينا منها. لك طويلة القصة. شو علي ابن عمي، قاعدين عم نتسلى الله يخليك. طيب راح هي وأمري لله. هذا يا مرحومة البي كان جدي عياش رحمة الله عليه عقيد الحارة من زمان 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 كتير. ايه. وبيوم من ذات الأيام مر بهالحارة عساكر السلطان. هدول كانوا يسموه الانكشارية، وهدول كانوا زهران كتير. ولما مرقوا ناح القهوة صادفوا حرمة، قام صاروا يضايقوها ويحرقشوها ويسمعوها كلام شروي غروي. يوه ويا على عيونهم، يخرب بيتهم من حالهم، الله لا يوفقهم. أم راحي صاحت لك هذاك الصوت ولي ليه؟ الله لا يوفقك، الله يخدك، الله لا يوفقك. وشلفهم بالحجر صاب الدين. هذاك شاف شو في أرض، لحقوا جدي شلفوا بالخنجر، إجا بنص ظهره وصل للوالي واشتكى لجدي. ضلوا يلاحقوا جدي عياش ويدوروا عليه شي ست شهور. قام وصى قبل ما يمسكوا بسيفه وبدرسه وبخنجره وبعصايته للعقيد اللي بده يستلم بعده، بس هو بشروط. شو الشروط ابن عمي؟ أول شرط إنه العقيد اللي بده يستلم بعده إنه يكون صاحب نخوة وشرف وقبضاي، وكل الحارة تشهد له بهالشي. وتاني شرط ابن عمي؟ تاني شرط انه يحمل الحجر اللي حمله جدي عياش ويمشي فيه 10 فشخات ويزده على شرط يجي على بعد 4 فشخات، لانه جدي لما هجم على العسكر هجم هيك. بعدين لما لقطوه عذبوه عذبوه وخوزقوه لحتى مات. يوه يا لطيف، والله زنزل بدني. وصار هيك بعدين منها كل واحد بده يستلم عقيد تكون فيها الشروط ويمرق بهالامتحان. ابن عمي هلا انت لما صرت عقيد عملت الامتحان؟ لك شلون لك، كنا 3 مطايات وشهدت لنا الحاره كلياتها بالنخوه والشهامه والشرف. اول واحد ابو فخر اللحام، الثاني ابن عمه للمختار ابو وضاح. هذول عيلته هاجروا الحاره من زمان لانه قتلوا ابن ابو رضا المبيض. والثالث العبد لله، وقتها اجى المختار ابو وضاح اعطاني سلاحات جدي، السيف والترس والخنجر والعصاي.
وتاني يوم من وش الصبح رحت على سوق النحاسين كتبوا اسمي عليهم، لأنه لازم كل واحد بده يصير عقيد يكتبوا له اسمه على كل قطعة منها. وهيك صرت العقيد السابع بعد جدي رحمه.